رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل بقى عشان نكمل حوارنا مع أيمن وأحمد، دكتور أحمد ثابت. وعندنا دلوقتي تفاصيل مهمة جدا. أحمد، دكتور أحمد عنده تفصيلة مهمة للفرق المشاركة في كأس العالم، وإزاي الفرق المشاركة في كأس العالم دي بقى هتكمل، والفرق اللي دخلت اوريدي. اشرح لنا بقى التقارير اللي معاك. انا وايمن عملنا تجميع كده لكل الفرق في القارات اللي تأهلت عشان نشرح للناس مين ال 32 نادي اللي خلاص، يعني نعمل صوره كده لكاس العالم 2025. نبدا الاول بقاره افريقيا، نجيب الصوره، هي موجوده الصور على الفاينل. اول حاجه النادي الاهلي طبعا تاهل رسميا، اعتقد احنا اتكلمنا فيها، احنا شرحنا شرحناها من ساعه لما الناس اتعملت وقت الانتركونتيننتال، صح؟ افريقيا خلاص هي دي الفرق اللي تاهلت خلاص، بس نجيب اول صوره، نلاقي اول صوره بس بالترتيب اللي هي القاره افريقيا. دي الفرق اللي اتاهلت اوريدي كلهم بقى ما بين كل القارات، يعني كل القارات. لا مش دي، هنلاقي الصوره اللي فيها النادي الاهلي، شعار النادي الاهلي. اوكي، هنلاقي اول حاجه في افريقيا في خمس فرق، دول اللي خلاص هيصعد منهم اربعه، منهم اثنين تم تاكيدهم، النادي الاهلي لانه بطل دوري ابطال افريقيا 2021 و2023، ونادي الوداد المغربي بطل دوري ابطال افريقيا، اهي بطل دوري ابطال افريقيا 2022. دول تاكد خلاص، دول من موقع الفيفا، دول دلوقتي التصنيف اللي هو اول 10. أوكي. اللي جنبه العلامه اللي هي الاخضر ده، يعني تاهل رسمي. اللي تاهل رسمي خلاص الاهلي والوداد، تمام. بعد كده في ثلاث فرق التاهل ما بينهم، مين هم؟ سان داونز والترجي ومازيمبي. والترجي يعني منهم اثنين بس، مش كده؟ أربعة من قارة أفريقيا تأهل رسمي، الأهلي والوداد. أنا أقصد اللي أنت قلتهم دول سان داونز، دول هيتأهل منهم اثنين. الثلاثة الباقيين هيتأهل منهم اثنين، اللي هو سان داونز والترجي ومازيمبي. لو مازيمبي أخذ دوري أبطال أفريقيا هيتأهل رسمي. أوكي. النادي الأهلي طلع مازيمبي، يبقى خلاص الترجي وسان داونز مع الأهلي والوداد. عشان التصنيف. عشان التصنيف. حتى لو ما خدوش البطولة. حتى لو ما خدوش. واللي ولو لقدر يعني لو لقدر الله الأهلي خسر البطولة، لو سان داونز هو اللي كسبها يبقى الترجي هيصعد الثالث، لو الترجي اللي كسبها سان داونز اللي هيصعد، ولكن مازيمبي هي فرصته الوحيده فقط ان هو ياخد البطوله عشان تصنيفه باول. بالظبط. والترجي وقتها هيبقى محتاج ان هو يكسب سان داونز مثلا في السيمي فاينل الماتشين ويصعد النهائي، فياخد النقط بالبونص فيعدي سان داونز في التصنيف عشان خاطر ياخد، فهتبقى خناقه حلوه كده. بس احنا مالناش دعوه بيها، مش عايزينها، احنا عايزين احنا ناخد البطوله واللي يصعد. عشان كده احنا هننهي الموضوع ده الماتشين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. يعني هو قال لو النادي الاهلي ان شاء الله عدى مازيمبي هيبقى الاهلي والوداد وسان داونز والترجي، خلاص وتبقى الموضوع انتهى. ده بالنسبه لقاره افريقيا. نخش على القاره الثانيه، نجيب قاره اوروبا، هنلاقي اعلام مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي. دي قاره اوروبا اللي طبعا في التصنيف اول واحد مانشستر سيتي، اللي اتاهل رسمي لغايه دلوقتي 10 فرق تم تاكيده ان هم من اوروبا هيلعبوا في كاس العالم مع النادي الاهلي. مين؟ مانشستر سيتي لانه بطل دوري ابطال اوروبا 2023، ريال مدريد بطل دوري ابطال اوروبا 2022، وتشيلسي بطل دوري ابطال اوروبا، تشيلسي الانجليزي بطل دوري ابطال اوروبا 2021، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، اليوفنتوس، انتر ميلان، بنفيكا البرتغالي وبورتو البرتغالي، وبروسيا دورتموند الالماني. دول كلهم بالتصنيف. دول بالتصنيف، محدش هيعديهم يا كابتن اسلام. اوكي. وبالتصنيف. طيب اوروبا قلنا كده 10 فرق ضمنوا، وباقي مقعدين في اوروبا. المقعدين دول هيتحددوا ازاي؟ دلوقتي في احنا بنتكلم في دور الثمانية، ارسنال بس في الفرق اللي هي في دور الثمانية اللي محتاج يكسب اللقب. ليه؟ عشان في اوريدي فرقتين من برشلونة مش شرط، بس ارسنال لازم يكسب اللقب. أوكي. لان كده كده في فرقتين من انجلترا موجودين، وما ينفعش اكتر من فرقتين من بلد واحدة يتأهلوا الا لو كانوا ابطال القارات. اوكي. يعني لو ارسنال تصنيف والكلام ده كله ما لهمش دعوة، هو لازم يكمل بطولة. لا، فرقتين. هي كانت بطولة في اوروبا اساسا، هم اربع القاب. يعني لو الاربعه من انجلترا يبقى ممكن لو اربع اللي هي الاربع ابطال من انجلترا عادي جدا، لكن فهو دلوقتي في فرصه ان يبقوا ثلاثه من انجلترا، في تشيلسي ومانشستر سيتي. لا، ما في تشيلسي ومانشستر سيتي. ليفربول طلع صح؟ لا، ليفربول كده كده في التصنيف موجود ولكن مش هيشارك مهما حصل، لان اوريدي في مانشستر سيتي وتشيلسي كابطال. لازم ياخد دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال خلاص، هو في جاي بيلعب خلاص كده، خلاص الدوري الاوروبي. فالنهارده نتكلم باريس سان جيرمان لو خد اللقب هيدي فرصه لفرقه من التصنيف، فرقتين من التصنيف، الفرقتين دول بيتنافس عليهم، يعتبر نقول ثلاث فرق. في برشلونه واتلتيكو مدريد النقط قريبه من بعض، بس اتلتيكو مدريد يتفوق على برشلونه، فلو واحد فيهم كسب اللقب خلاص. اوكي. في بقى فريق بعيد شويه، سالزبورج النمساوي، ده مستني اي حد يكسب ما عدا ارسنال، يعني مستني اي حد يكسب ما عدا ارسنال عشان يبقى في التصنيف، هو بعيد ولكن هيستفيد بقى من ان مثلا ما ينفعش ليفربول وارسنال، ما ينفعش لايبزيج يتاهل، لان كده كده بايرن وبروسيا موجودين. يعني بص يا كابتن اسلام، النهارده اتلتيكو مدريد وبرشلونه، اتلتيكو مدريد 65 برشلونه 59، الاثنين دول بالتصنيف اتلتيكو مدريد هو اللي يصعد القريب، بنفيكا كده كده فرق 6 نقط بالظبط كده،
بنفيكا كده كده تأهل، يوفنتوس تأهل، نابولي ما يتأهلش عشان في يوفنتوس، عشان في يوفنتوس وانتر موجودين. فبص بقى تحت، واشبيليه برضه، اشبيليه ما يتأهلش، ميلان ما يتأهلش، فريق سالزبورج الفريق النمساوي ده مستني اي حد غير ارسنال ياخد البطوله عشان يصعد. مش عارف، انا حاسس ان الموضوع ده انفير. لا يعني بالعكس، ده هم عاملين حتى لاوروبا عاملين لهم موضوع النقط ده بشكل مختلف عشان عندهم المجموعات وعدد الفرق وبتاع، فهم عاملينه بشكل مختلف عشان يدي فرصه وافضليه ان ممكن دول اكتر. لا بس تشارك. مثلا ادي فريق نمساوي اهو من بعيد جدا هياخد فرصه ارسنال او ليفربول، لان دول في فرقتين من نفس البلد، ما تخلي ثلاث فرق من نفس البلد عادي. لو فتح حسد احمد ده هتبقى الموضوع بره فكره، هي تبقى اقوى بالمناسبه. لا بس هو عايز يعمل منافسه، لان النهارده مثلا بنفيكا بنفيكا وبورتو اهو مش موجودين في دور الثمانيه دلوقتي، عايز يخلي كمان عدد كبير من الدول الاوروبيه يشارك. وكمان لا فكره التصنيف التراكمي دي عادله قوي، يعني فكره صح. التصنيف التراكمي دي خلاص هو ما حد. هو مش واخد فاز النادي الاهلي بلقب القرن بهذا بالظبط. بس هو انت بتقول التصنيف التراكمي، انا قصدي يمشي بالتصنيف التراكمي على طول. التصنيف التراكمي ده حسب موقع الفيفا هو بيبقى في الفتره ما بين 2021 ل 2024، تمام، عشان البطوله 2025 فهي مش تصنيف تراكمي عموما، لا ده هو تصنيف تراكمي في الفتره دي. انا اقصد ان هي تمشي بالتصنيف التراكمي افضل من ما تبقى البطل مثلا، يعني لو في اربع فرق من التصنيف التراكمي دول مثلا مانشستر وارسنال وليفربول عادي، انما فكره اتنين من بلد واحده هو برضه زي ما كابتن اسلام قال لك طبعا عايز يشرك دوريات، يبقى في دوريات كتير. لان لو مشيت كده في افريقيا مثلا بالتصنيف التراكمي بس الاربع فرق معروفين ومنتهيين خلاص. بالظبط، هو بيحاول بس ان يعني النهارده اهلي زمالك بيراميدز فيوتشر خدوا دوري ابطال افريقيا الاربعه موجودين، لكن في افريقيا وامريكا الشماليه واسيا الموضوع فيه عشان هم اربع بطولات واربع سنين فالموضوع سهل، لكن في اوروبا اربعه وبيتبقى ثمانيه بيتاخدوا بالتصنيف. طيب. عشان كده عملوا الحته دي. يعني نخش في قاره اسيا، في اثنين خلاص اتاهلوا من قاره اسيا، نجيب برضو قاره الهلال السعودي بطل دوري ابطال اسيا 2021، وراوا الياباني بطل دوري ابطال اسيا 2022، لسه بطل دوري 2023 دوري ابطال اسيا لسه لم يتحدد، بس الاعلى تصنيف لغايه دلوقتي والاقرب جونبوك الكوري وأولسان هيونداي الكوري، دول اللي هو اكيد يعني هم اللي هيبقوا الاقرب. لو طبعا أولسان هيونداي عنده فرصتين ان هو ياخد البطوله يتاهل بالزبط. بالتصنيف جونبوك موجود برضو بالتصنيف. فدي الفرق اللي هتبقى موجوده، في العين الاماراتي موجود في السيمي فاينل مع الهلال، لو كسب البطوله ممكن يعدي رغم ان هو مثلا في التصنيف اتاكد ان خلاص النصر كريستيانو رونالدو مش رايح كاس العالم، خلاص اتاكد خلاص. نوصل بقى لقاره امريكا الجنوبيه، بس ده خساره. في ثلاثه من امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه هيتاهل منها سته، الثلاثه اللي اتاهلوا بالميراس البرازيلي، فلامينجو البرازيلي، فلومينينزي البرازيلي، ثلاث فرق من البرازيل في البطوله اوكي في كاس العالم 2025. بعد كده اللي بعد كده البطل السنه دي لسه لم يتحدد، الاعلى في التصنيف والاقرب بوكا جونيور اوكي الارجنتيني، وريفر بليت الارجنتيني برضو. ماشي، دول برضو اللي ممكن يخشوا معاهم في التصنيف ده بالنسبه لامريكا الجنوبيه. في بعد كده قاره الكونكا كاف، الكونكا كاف صعد منها تاكد صعود منها ثلاثه، مونتيري المكسيكي وسياتل سواندرز الامريكي وكلوب ليون المكسيكي، كل دول طبعا عارفينهم عشان كانوا مع النادي الاهلي قبل كده في كاس العالم. بطل السنه دي هو اللي لسه لم يتحدد اوكي، احتمال صغير ميسي، بس هم خسروا في مباراه من مونتيري تقريبا في مباراه الذهاب بتاعه ربع النهائي 2-1، فبالنسبه لهم ممكن يخرجوا يعني لو... لكن هم لسه موجودين في اللعب، يعني لو قدروا يعدوا ويعدوا نايم وارد تلاقي ميسي، لكن الموضوع صعب. فرقه زي ميامي دي جايبه ميسي، ووارد انها لو كسبت البطوله دي تتكاس على بس يعني حاجه ثانيه. طيب عم نتكلم في الاحتماليه، في كده ناقص فرقتين اللي هي اوكلاند سيتي، ده كده كده بالتصنيف صعب خلاص. لا اوكلاند على طول موجود، يعني حط اوكلاند واي 24 وهيبقى بعد كده المستضيف من امريكا بقى، يعني في فريق هيبقى من امريكا ده المستضيف، بس دول الفرق كلها كده كده اصبحت واضحه عامه، كان كنا بنشرحها صح كابتن اسلام من شويه صغيرين، من شويه كاس العالم اللي فات، كاس العالم اللي فات. عموما كان كلام مهم جدا عن كاس العالم القادم وكيف يتم حساب او من